كنت في الجانب البيجوة، كنت داخل السياج والوراي طوالي وقع بيم السياج للعدد، لأنه في خمي مفرد من العساكر. الحصل في المنطقة الضيقة اللي هو مساحة 100 متر تقريبا، منطقة يعني شكل بيت كده، لأنه أسباب الوفيات كان الاختناق ما بيناتنا نحن للعساكر، كان يرموا المهاجرين مع بعضهم. مقفول الباب من كل الاتجاهات والحكومة بدأت تضغط علينا، عرفت إننا محاصرين ما في مخرج لنا. كان بإمكان الحكومة إنها تجي تعتقلنا